اليوم مقرر دار وقفه الاحتجاج على فرض ديال جواز اللقاح اللي كنعتبروه تضييق على الحريات. الوقفه حضروها مجموعه ديال المواطنين خاصه شباب وشابات، مع الاسف كان تدخل ديال قوى القمع تدخل عنيف، تم سحل والدفع ديال المواطنين، تم اعتقال جوج ديال الشباب، حنا باقيين كنتسناو اطلاق السراح ديالهم. الوقفة جاءت للتعبير على الرفض ديال هاد جواز التلقيح من طرف المواطنين والمواطنات. حنا كجمعية باعتبار أننا نساند كل ضحايا ديال أي تعسف أو أي فيولاسيون ديال حقوق الإنسان، نعتبر على أن القمع ديال هاد الوقفة ديال اليوم كيدخل في إطار التضييق، والآن ممكن أن نقول على أن مدينة الرباط أصبحت مدينة مغلقة والاحتجاج أصبح فيها ممنوعا بشكل كلي. هناك الفصل 15 ديال الدستور الذي ينص على إعداد العرائض والملتمسات التشريعية تلتجئ إليه الجمعية من خلال جمع التوقيعات ديال العريضة اللي غادي نقدموها لرئيس الحكومة لإيقاف هذا البلاغ ولا هادشي ديال جواز التلقيح. هناك كذلك